أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. وفد هنغاري رفيع المستوى يزور الكاريتاس وكنيسة العذراء بماركا. أعضاء عمل مريم الفوكولاري يحتفلون بالذكرى السنوية لرحيل مؤسستهم. كيف نحمي عالمنا الإلكتروني؟ عنوان محاضرة في تلاع العلي. وفيها أيضاً كنيسة آيلا الأثرية في العقبة ضمن حلقات كنيستي لهذا الأسبوع. أهلاً بكم. احتفل أعضاء عمل مريم الفوكولاري في الأردن بالذكرى السنوية العاشرة لرحيل مؤسستهم كيارا لوبيك، وذلك بقداس إلهي أقيم بهذه المناسبة في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بعمان. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ترأس سيادة المطران ويليام الشومالي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي الذي أقامه أعضاء عمل مريم الفوكولاري في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيل مؤسستهم كيارا لوبيك، بمشاركة المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والسفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براوزي والأب أنطون هريمات راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والرهبات وجمع من المؤمنين. ربي رد الأهوال أقبلنا يضربنا وجد لنا كما خلاك يجود. ربي جلت يمناك لا تعرف القبض، فمن منك ربي لا يستزيد. وفي عظة القداس التي ألقاها المطران الشوملي تحدث فيها عن المحبة وكيف نعيش وصيتها التي أمر بها السيد المسيح، كما تحدث أيضا عن بدايات تأسيس حركة الفوكولاري مبينا أن الحركة أصبحت مدرسة للقداسة والكمال وأن مؤسستهم أعطت مثالا رائعا في تحمل الألم لدرجة البطولة. أعطت مثالاً رائعاً في تحمل الألم إلى درجة البطولة وحولت الألم إلى حب. هنالك أيضاً ضمن حركة الفوكولاري 4 مكرمين تسير دعوتهم نحو القداسة و13 من خدام الله الذين هم أيضاً بلغوا المرحلة الأولى في ضرب القداسة المعلنة. أما كيارا لوبيك فهي من بين هؤلاء 13، هي خادمة الله وقضيتها هي لدعوة التطويب وإعلان القداسة، ونأمل أن يكون قريباً. إخوتي وأخواتي، نصلي اليوم لازدهار حركة الفوكولاري في العالم في الأردن، بحيث تنتشر قيم الوحدة والمحبة بيننا. آمين. وخلال القداس تحدث السيد بيير والسيدة جمبنا عن حياة مؤسستهم وعن عمل الفوكولاري في كل العالم، مقدمين شكرهم لجميع الذين شاركوهم هذا الاحتفال، مستذكرين حياة العطاء والتضحية لكيارا لوبيك. وبعد القداس انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة متبادلين السلام بهذه المناسبة ومتمنين للحركة مزيداً من النجاح والتألق. يشار أن عمل مريم حركة الفوكولاري قد تأسست في الحرب العالمية الثانية بهدف الوحدة وكمال المحبة، وفي الأردن تأسست الحركة عام 1992 كبيت للفتيات المكرسات، ثم تأسس عام 2002 بيت للشباب المكرسين، ويتعمق هؤلاء الأشخاص بهذه الروحانية من خلال تنشئة دورية لكل هذه الفئات العمرية. في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالمنا المعاصر والتحديات الناتجة عن تداعيات العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات، نظمت كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي محاضرة بعنوان كيف نحمي عالمنا الإلكتروني.
ركز فيها المتحدثون حول أهمية استخدام التكنولوجيا وسبل التصدي للمخالفات الإلكترونية وكيف نحمي أنفسنا وأبناءنا من جرائم المخدرات والأفكار المتطرفة والإرهاب. وقدم عدد من ضباط الأمن العام المزيد من الإيضاحات حول مفهوم الأمن الشامل، خاصة في هذا الوقت الذي برزت فيه أشكال عديدة للجرائم المنظمة التي أفرزها الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها. اليوم كان عندنا ندوة بعنوان لنحمي عالمنا الإلكتروني، تحدثنا عن جرائم الإلكترونية، التجنيد الإلكتروني والإرهاب، الفكر المتطرف والوئام بين الأديان. الهدف من هذه المحاضرة ليكون توعية لمؤمنينا ولأبناء الكنيسة عن أهمية استخدام التكنولوجيا، هذا العالم الجديد اللي دخل على حياتنا البشرية ومجتمعاتنا، لازم أيضا نتصدى له. كالجرائم العادية الاعتيادية، في هناك أيضا جرائم إلكترونية، كيف نحمي أنفسنا منها، كيف نعالجها، وكيف أيضا نحمي أنفسنا وعائلاتنا من الأفكار المتطرفة والإرهاب. اليوم كانت فرصة فعلا لنعرف هاي الأفكار، إنه بالأشياء الصغيرة اللي منعيشها لازم نكون أيضا حذرين بكل وسائل الاتصال الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم اليوم لتغطية هاي المحاضرة، ونشكر الرب على كل نعمة وعطية باطنة. قام وفد هنغاري رفيع المستوى بزيارة إلى كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا، اطلع خلالها على أوضاع المهجرين العراقيين الموجودين في الكنيسة والخدمات الإنسانية المقدمة لهم، كما التقى بالمسؤولين والمشرفين عليهم. المزيد عن هذه الزيارة في التقرير التالي. قام وفد هنغاري رفيع المستوى بزيارة إلى الأردن بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة من قبل الكنيسة والمؤسسات الدينية للاجئين، وخاصة الإخوة العراقيين المهجرين. وابتدأت جولة الوفد الذي يمثل عددا من مسؤولي الحكومة الهنغارية كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا في العاصمة عمان. وكان في استقبال الوفد الهنغاري لدى وصوله المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، والأب خليل جعار راعي الكنيسة، والأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية، والسفير الهنغاري لدى الأردن. ورافق الأب خليل جعار الوفد الهنغاري في جولته بين أروقة المدرسة، حيث التقوا الطلبة العراقيين والمدرسين المقيمين في الكنيسة. ثم زار الوفد عيادة الرحمة التابعة لجمعية رسل السلام، واستمع لشرح واف حول الخدمات المجانية التي تقدمها العيادة للمراجعين. وبعدها زاروا الكنيسة ومركز الكمبيوتر الذي يقدم دوراته لعموم الطلبة في المدرسة ويسهل إنجاز مهامهم وأنشطتهم. كان الوفد الوزاري كتير مرتاحين من العمل الذي تقوم به الكنيسة من جهة، والعمل اللي بتقوم فيه الحكومة الأردنية كحماية وخدمة لإخوتنا المهجرين في الأردن. وخلال الزيارة قدم طفل عراقي هدية خاصة إلى الوفد الزائر، وهي عبارة عن صورة للسيد المسيح مرسومة بأيد عراقية. وفي الختام تم التوقيع على اتفاقية أولية تهدف إلى تحسين الخدمات، ومنها التدفئة المركزية داخل المدرسة.
كنيسة آيلة الأثرية في مدينة العقبة تعد ثاني أقدم كنيسة في العالم، وهي ذات إرث تاريخي عريق. فريق نورسات الأردن زار الكنيسة وعد التقرير التالي حول تاريخها وقيمتها الدينية. محافظة العقبة هي إحدى المحافظات الأردنية، تقع في أقصى الجزء الجنوبي من المملكة الأردنية الهاشمية، وهي المنفذ البحري الوحيد للأردن، كما أنها الوجهة السياحية لكل المواطنين والزائرين إليها. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيستي إلى ثغر الأردن الباسم، لنسرد إليكم الكنائس الرسولية والأثرية الموجودة في مدينة العقبة. نبدأ معكم بكنيسة القديسين ثيودوروس وأنجيلوس المعروفة بكنيسة أيلة الأثرية، التي تعود للقرن الثالث الميلادي. تعتبر ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد الاكتشاف الجديد في مدينة رحاب الأثرية شمال الأردن. تم اكتشاف كنيسة أيلة عام 1998، وتم تأكيد تاريخ بنائها بعد إجراء البحوث الجيولوجية عام 293 بعد الميلاد. حب أحكي لكم بداية عن اسم مدينة العقبة قديما، وهو إيلة، وإيلة هو أحد أسماء الله. لما نحكي إلهيم، أو مثل ما حكى سيدنا يسوع المسيح، إيلي إيلي لما شبقتني. إذن إيلي أو إيلة هي أحد أسماء الله. فإذن مدينة العقبة اسمها القديم مدينة الله، مثل اسم الأردن أوردناي، وتعني أرض الرب. هذا شيء مبارك كان مدينة العقبة أو اسم الأردن كافة. وذكر اسم إيلة بسفر الملوك الأول، وأيضا كان يطلق عليها عقبة إيلة بسبب وعورة الطريق، لكن تغلب اسم عقبة على إيلة في القرن الثالث عشر الميلادي في العهد المملوكي، وأصبح اسمها الآن العقبة. الآن إحنا في قلب هذه الكنيسة القديمة كما تسمى في دائرة الآثار كنيسة العقبة، وهي في الواقع مدشنة على اسم القديسين ثيودوروس ولونجينوس، كما جاء في كتاب سيادة المطران سليم الصايغ الكلي الوقار. وصف الباحثون الكنيسة على أنها ذات نظام بازيليكي، وجهتها إلى الشرق إشارة لصلواتنا الموجهة للشرق حيث المجيء الثاني. يبلغ طولها 16 مترا وعرضها 26 مترا، بنيت من الحجر والطوب الطيني، وغطيت جدرانها الداخلية بالألوان. جرت أعمال الحفريات فيها على يد فريق من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، والذين عثروا بالقرب منها على 24 هيكلاً عظمياً بداخل قبور بسيطة الصنع. احتوى أحد القبور فيها على صليب نحاسي، كما عثر على كسور فخارية تعود إلى نهايات القرن الثالث الميلادي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. اكتشفت هذه الكنيسة سنة 1998 من فريق جاء من جامعة كارولينا الشمالية، واكتشفوا هذه الكنيسة وحددوا تاريخ بنائها سنة 293 إلى 303، إذن في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وهذه تمتد إلى 26 متر ب 16 متر. وكان يعتقد إنها أقدم كنيسة في العالم، ليس في الأردن لا بل في العالم، إلى حين اكتشاف أقدم كنيسة في العالم في رحاب بالمفرق،
وتاريخ هذه الكنيسة القديمة هو بين 33 إلى 70 ميلادي. إذن هذه الكنيسة مثل ما نشوفها غير منتظمة المباني، على تصميم كما قرأ عنها إنه تصميم بازيليكي، اكتشفوا 24 هيكل عظمي، واكتشفوا أحد هذه الهياكل العظمية المباركة، أحدهم كان يلبس صليب من نحاس. توالى على هذه الكنيسة عدة مطارنة في لمدينة إيلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان في تعداد مسيحي كبير. عندما نقول مطران ومطرانية معناته في كنائس أخرى كثيرة لم تكتشف في مدينة العقبة. من أسماء المطارنة الذين أذكر أسماءهم الأسقف بطرس الذي حضر المجمع النقاوي سنة 325، وأيضا في عنا الأسقف بيريلوس الذي أيضا حضر مجمع خلقيدونيا سنة 451 ميلادي، وأيضا في عنا أسماء أخرى مثل الأسقف يوحنا ابن رؤبة وهو في القرن السابع الميلادي، وهو من مواليد مدينة العقبة والذي تربى وترعرع فيها، وكان يطلق عليه ليس فقط اسم أسقف بل أمير على هذه المدينة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي الجزيل لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، تملكت هذه الأرض اللي فيها الكنيسة، ونأمل يا رب إن شاء الله إنه في دراسات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية للاهتمام في هذا الموقع الديني والسياحي، طالما هي تعتبر من أقدم كنائس العالم، وحسب ما ذكر إنها هي أقدم من كنيسة القيامة بقليل وكنيسة المهد، وهذا شيء مهم نعرف إنه في الأردن هذه المناطق الأثرية القديمة جدا. إذن الأردن احتضنت المسيحيين الهاربين من اليهودية والاستبداد اليهودي لأنهم مسيحيين، فجاءوا إلى هذا الحضن الأبوي إلى الأردن وبنوا كنائسهم بكل حرية. مر زمان على هذا المكان المقدس وما زال يخبئ بين حجارته حكايات وقصصا عاشها آباؤنا القديسون فيه، ليبقى لنا خير شاهد ودليل على عظم محبتهم بإلهنا القدوس. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة زيارته الرسمية إلى المملكة، قام الوفد الهنغاري بزيارة إلى جمعية الكاريتاس الأردنية للتعرف على المشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية لعموم اللاجئين والمهجرين، كما شملت الزيارة العديد من المواقع الدينية الهامة. إلى التفاصيل.
زار وفد يمثل الحكومة الهنغارية جمعية الكاريتاس والتقى مديرها السيد وائل سليمان وعددا من المسؤولين فيها واطلع على الخدمات والنشاطات التي تعمل عليها الجمعية في الأردن، حيث زار الوفد حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام التي تقوم عليها الجمعية ويعمل فيها الإخوة العراقيون المهجرون، وكان في استقبالهم الأب السام الدير ومدير وموظفو الكاريتاس والعاملون في الحديقة. واطلع الوفد الزائر على المشاريع والورشات المقامة في الحديقة وعلى الخدمات المقدمة فيها، واستمعوا إلى شرح واف عن برامج ومبادرات الكاريتاس ووضع اللاجئين والمهجرين في الأردن والبرامج المقامة من أجل مساعدتهم ودعمهم، كما شاهدوا عرض فيلم قصير يسرد نشاطات الكاريتاس في الأردن. ثم توجه الوفد لزيارة المغطس موقع معمودية السيد المسيح، وقاموا بجولة لضفاف نهر الأردن والتبرك من مياهه المقدسة. ثم زاروا كنيسة اللاتين واستمعوا من المهندس رستم مكجيان مساعد مدير هيئة المغطس لإيجاز حول هذا المكان المقدس والكنائس المقامة فيه والزيارات البابوية المتعاقبة عليه. ثم انتقل الوفد الهنغاري إلى جبل نيبو بمحافظة مادبا والتقوا بعدد من الرهبان الفرنسيسكان الذين قدموا شرحا حول الكنائس الأثرية هناك والفسيفساء الموجودة فيها. أتيت إلى الأردن بهدف الاطلاع على المؤسسات الكنسية والدينية التي تهتم باللاجئين والمهجرين، ولنرى كيف يمكننا أن نقدم الدعم والمساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين هجروا من أوطانهم من العراق وسوريا، وكيف يمكن إنشاء المشاريع وإقامة النشاطات التي تعزز وضعهم الاقتصادي وتدعمهم معنوياً. ثم زاروا حديقة الرحمة وكان في الاستقبال الأب معين الحلو كاهن الرعية، حيث تعرفوا على مجمل نشاطات الحديقة والورشات المقامة فيها ومنها أعمال الفسيفساء التي يقوم بها الإخوة العراقيون المهجرون هناك، والتي كانت محط إعجاب وتقدير من قبل الزائرين، حيث أعرب الوفد الهنغاري عن سعادتهم لحسن الحفاوة والاستقبال، كما أعلنوا عن استعدادهم لدعم البرامج الإنسانية التي تقوم بها جمعية الكاريتاس خاصة في دعم المحتاجين واللاجئين. خلال اليومين قدر يزور عدة أماكن بالكنيسة، مشاريع مبادرات معنيين الحكومة الهنغارية بدعمها، تحديدا اليوم كان في عنا زيارة لحديقة الرحمة بمركز سيدة السلام، شافوا المشروع، قابلوا الأخوة العراقيين، وعدوا بدعم حتى يستمر هذا المشروع. اليوم كنا هلأ بمادبة حديقة الرحمة وأكدوا على دعم الحكومة الهنغارية لهذه المشاريع لمساعدة أخوتنا العراقيين بالمحنة اللي هن موجودين فيها.
احتفلوه في 8 من شهر آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات في الأردن وبكافة دول العالم، كما توجه فيها الدعوات لصون حقوق المرأة ودعمها في كل المجالات. المزيد في سياق التقرير التالي. في غمرة الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، رعت السفيرة العراقية بعمان صفية سهيل الاحتفال الذي أقامته كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا بحضور طلبة مدرسة دير اللاتين التابعة للكنيسة وأمهاتهم والعاملات في المدرسة من معلمات وإداريات. وفي بداية الاحتفال رحب راعي الكنيسة الأب خليل جعار بالسفيرة سهيل وبجميع الحاضرين، داعين الله أن يعينهم على تحمل هذه المسؤولية الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال العراقيين المهجرين البالغ عددهم حوالي 200 طالب وطالبة. الاحتفال بالمرأة العالمي هو احتفال كل واحد في أمه لما يتذكر أنه قديش مديون إلها بخدمتها وتربيتها وتضحيتها. فاليوم هو عيد المرأة العالمية وعيد أم كل واحد فينا. سعادة السفيرة العراقية شرفتنا بحضورها اليوم وأكرمت المعلمات وأهل الطلاب وأمهات الطلاب، وكانت زيارتها يعني منتهى اللطف والاحترام والتقدير من ناحيتنا. طلابنا العراقيين عندنا 200 طالب ما شاء الله، ونحن نطلب من ربنا يقدرنا على خدمتهم ومحبتهم على بين ما تنفرج الأمور، وإن شاء الله كل واحد بيشوف طريقه بما فيه الخير. وبدورها أشادت السفيرة العراقية بالجهود الكبيرة التي تقدمها الكنيسة للطلبة الدارسين من أبناء المهجرين، والتي تشتمل على خدمات تعليمية وصحية وترفيهية لهم، معربة عن تمنياتها بأن يكون الاحتفال القادم في بلدهم العراق، حيث قامت السفيرة في نهاية الاحتفال بتقديم باقات الورود للطلبة العراقيين وأمهاتهم. حقيقة لكل المشاهدين والقناة العزيزة علينا اللي تغطي دائما أهلنا في كل مكان وبالأخص العراقيين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بخير، ومن خلالكم نقول لنسائنا ولنساء العالم كل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والنجاح والازدهار والتألق، ونشكركم فردا فردا رجالا ونساء كما ذكرنا بأن إيد بإيد رجل وامرأة، مثل ما غنوا بناتنا وأولادنا بأن ما بنتنفس إلا مع بعض. على صعيد متصل وتحت شعار نسعى للتقدم، احتفلت منظمة كير العالمية باليوم العالمي للمرأة بحضور العين مي أبو السمن وعدد كبير من سيدات المجتمع المحلي وشخصيات رسمية ومجتمعية ودولية. وأكدت سلام كنعان مسؤولة منظمة كير الإنسانية في الأردن أن المنظمة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها إلى إحداث تغيير جاد في كثير من المفاهيم الحياتية التي تنعكس بالإيجاب على حياة المجتمعات الفقيرة في العالم، معربة عن فخرها بالشراكة مع كافة الجهات العاملة في الأردن خلال السنوات الماضية من أجل تمكين المرأة اقتصادياً ومحاربة العنف الأسري وتوفير المساعدة الإنسانية للمجتمعات المتأثرة من الحروب والإرهاب. وتخلل الاحتفال عرض نماذج وقصص نسائية ناجحة من خلال أنشطة المنظمة الهادفة لتحقيق أفضل النتائج في المجتمعات المحلية وتحقيق مشاركة أوسع للمرأة في الحياة العامة.
إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وفد هنغاري رفيع المستوى يزور الكاريتاس وكنيسة العذراء بماركا. أعضاء عمل مريم الفوكولاري يحتفلون بالذكرى السنوية العاشرة لرحيل مؤسستهم. كنيسة آيلا الأثرية في العقبة ضمن حلقات كنيستي لهذا الأسبوع. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.